الربيع العربي أو أرب بهار كما يطلق عليه هنا في تركيا لاقى اهتماماً كبيراً من الأتراك شباباً وشيباً. بعضهم رأى فيه مثالاً يحتذى به، وبعضهم تابعه كحدث هام أحدث تغيرات كبيرة في المنطقة. ولمعظم الشباب أعطى دفعة قوية لإيمانهم بقدرتهم على الفعل. في هذا الإطار استطلعنا آراء عدد من الشباب التركي بخصوص الربيع العربي وتطوراته. نحن نتابع أخبار الربيع العربي، وكنا نتابعه في مراحله الأولى التي كانت مليئة بالحماسة. الآن يبدو كما لو أن هذه الحماسة قد فقدت. فمثلا لم تعد وسائل الإعلام تولي تطورات الثورات العربية الاهتمام الكافي، ولكننا لم ننقطع عن متابعة ما يحدث، بل نحن نفكر كما لو أن ما يحدث هناك يحدث معنا نحن. وأنا أعتقد أن ثمار الربيع العربي ستبدأ بالظهور. أسباب انطلاق الربيع العربي وتوقيته شغلا تفكير الشباب التركي. عندما نتأمل في تطورات الأحداث لا نستطيع أن نتجنب التساؤل: لماذا حدث الربيع العربي الآن؟ ولماذا ثار الناس فجأة وطالبوا بالديمقراطية؟ أعتقد أن السبب الأساسي هو أننا نعيش عصر التكنولوجيا، وأن التواصل أصبح سريعا جدا، وبات بإمكان الناس الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، ولهذا أدركوا بسرعة حاجتهم للديمقراطية. ربما كان هذا هو الوقت المناسب تماما للربيع العربي، ففي حين كان العالم يمر بنقطة حرجة للغاية وكان على وشك الانفجار، جاء الربيع العربي. وربما الآن تظهر بعض المصاعب، ولكن في المستقبل سيأتي وقت يسود فيه السلام. الدور المحوري للشباب في الثورات العربية حظي باهتمام الشباب التركي. الربيع العربي كان أمراً لا بد من حدوثه، فالشعوب كانت قد وصلت لمرحلة التمرد وبدأت تقول لمن هم في السلطة: لم نعد نريدكم، فأنتم قمتم بظلمنا بشتى الطرق ولم نعد نطيقكم. لقد تحقق الربيع العربي بواسطة الشباب، فقد رأينا مرة أخرى مدى أهمية الشباب وما يمكن أن يفعلوه إذا أرادوا شيئاً ما. أعتقد أن الربيع العربي قد خطى الخطوة الأولى في سبيل إنشاء نظام عالمي جديد. أشعل الشرارة الأولى، هذه الشرارة لن تحرق أبداً، بل بالعكس ستساعد في تشكيل النظام العالمي الجديد بصورة واضحة. نظرة الشباب التركي لمستقبل الربيع العربي يغلب عليها التفاؤل. أعتقد أن التطورات في العالم العربي مفيدة جدا للمنطقة، بل أرى أنها جاءت متأخرة، ولكني أعتقد أنها إذا وصلت لنهاياتها وإذا نجحت في تحقيق أهدافها فسنرى أياما أفضل إن شاء الله. هذه بالطبع مرحلة تحول، ولكني أعتقد أن المسلمين مع إتمام مرحلة التحول سيتمكنون من التخلص من مشاكلهم ويصبحوا قوة فاعلة في العالم، وسيتمكن من إبراز دينهم وثقافتهم وهويتهم. فقد كان السبب الأساس لثورة الشعوب هو اعتقادهم أن قادتهم لا يمثلونهم. الربيع العربي لا يكف عن إبهار العالم، وخاصة دول الجوار الجغرافي، وهو وإن كانت تقابله بعض العثرات فإنه ماض إلى تحقيق غايته، لأن من يحمل رايته هم أناس غيروا ما بأنفسهم، فحق على الله أن يغير ما بهم. لبرنامج الألوان السبعة، خديجة الزغيمي، إسطنبول.